الجوائز الفردية اللي بتحظى باهتمام كبير جدا على الصعيد الإعلامي والجماهيري خلال السنوات الأخيرة، وده لأن في منافسة شرسة جدا بتقوم كل سنة على الجوائز دي، وبالأخص ما بين كريستيانو رونالدو وميسي. وطبعا مع زيادة عدد الجوائز اللي بتمنح لأفضل لاعب في العالم والجهات المختلفة، بقى في خلط ما بين بعض الجماهير وسوء فهم لبعض الناس، بالأخص ما بين جائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل من الفيفا. والنهارده هنوضح ايه الفرق ما بين الجايزه دي والجايزه دي، بس قبل ما نتكلم في اي حاجه يا معلم هقول لك انزل اعمل الاشتراك الجميل واخبط اللايك الظريف، ويلا بينا نخش في الموضوع. سير صبحي، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج السير الصبحي. هنبدا كلامنا بالكره الذهبيه اللي بتعتبر اعرق جائزه فرديه في الساحره المستديره، واول كره ذهبيه كانت سنه 1956، يعني من 63 سنه. وصحيفه فرانس فوتبول هي اللي ابتكرت الجائزه دي، وبتقدم كل سنه لاحسن لاعب في العالم، وكانت الجائزه بتمنح للاعيبه الاوروبيين لحد سنه 1995، وده اللي يفسر لنا ليه اسطوره زي بيليه او مارادونا ما خدوش الكره الذهبيه، لان جنسيتهم مش اوروبيه، وحتى لو كان بيلعب في القاره العجوز ما ينفعش انه ينافس على الكره الذهبيه لان جنسيته اجنبيه. وقررت فرانس فوتبول التعديل على الجائزه سنه 1995، وبقت بتمنح لافضل لاعب في اوروبا بغض النظر عن جنسيته، وكان الاسطوره جورج ويا اول لاعب مش اوروبي يقدر يتوج بالكرة الذهبية، وبقى اللاعب الافريقي الوحيد اللي قدر يتوج بالكرة الذهبية. وفي 2007 كان في تعديل جديد على الكرة الذهبية، وبقت بتمنح لافضل لاعب في العالم مش اوروبا بس، لكن ما فازش بيها اي لاعب خارج اوروبا لحد دلوقتي. وبتعتمد فرانس فوتبول على التصويت الصحفيين التابعين للصحيفة حول العالم، عشان كده في ناس كتير شايفين ان الجائزة دي الاكثر صدقا على مستوى العالم، لان عملية التصويت بتكون من اشخاص متخصصين. اما بقى افضل لاعب اللي بتقدم من الفيفا زيها زي الكرة الذهبية، مرت بمراحل تطور ومراحل تغيير، وتم تأسيسها سنة 1991، واستمرت الجائزة دي بتمنح حتى عام 2009. وفي 2009 اعلنت الفيفا توصلها لاتفاق مع صحيفة فرانس فوتبول لدمج الكرة الذهبية واحسن لاعب في العالم في جائزة واحدة، بعد ما كان ما بينهم صراع في السنوات الاخيرة، خصوصا ان كان كل طرف بيختار فايز مختلف عن الطرف الثاني في بعض السنين. وطبعا ده ما كانش هيتم غير ببعض الشروط. صحيفة فرانس فوتبول اشترطت ان الجايزة تفضل بنفس الشكل ونفس الاسم، والفيفا وافقت بس بشرط طبعا ان هي تحط اسمها على الجايزة عشان الجايزة تبقى اسمها كرة الفيفا الذهبية. مش بس كده لا، وتم تغيير آلية التصويت القديمة بحيث ان التصويت بقى من صحفيين الفيفا ومدربين وقادة المنتخبات، ويتم تسليم الجائزة في حفل يقيمه الاتحاد الدولي سنويا بهدف زيادة الاهتمام الاعلامي والجماهيري للجائزة وتحقيق اعلى نسبة من الارباح. والاتفاق ده فضل ما بين الطرفين لسنة 2016، وفي سنة 2016 قرر الطرفين الانفصال بسبب اختلافهم في وجهات النظر بالنسبة للتصويت. الصحيفة كانت شايفة من ناحية ان الفيفا حولت الجايزة لجايزة تجارية، والناحية التانية الفيفا كانت اعتراضها بالنسبة للاقتراحات والتدخل المستمر من الفرانس فوتبول. وبعد الانفصال رجع كل طرف لتقديم الجائزة بتاعته منفصل عن التاني، وبعد كده الفيفا قررت ان هي تغير اسم الجايزة عشان يبقى الافضل، وغيرت كمان آلية التصويت. التصويت بقى من صحفيين الفيفا وبقى قادة المنتخبات ومدربين المنتخبات، وبالنسبة للجماهير كل طرف بنسبة 25%، يعني انت كجمهور ممكن تصوت بس تسجل اول حاجة على الموقع بتاع الفيفا. وبكده اكون انا وضحت تاريخ ونشأة الكرة الذهبية البالندور والافضل زبست للناس. بالنسبة للاندية الاكثر فوز بالكرة الذهبية، معانا في المرتبة الاولى ريال مدريد وبرشلونة بالتساوي ب 11 كرة ذهبية، والمرتبة الثانية معانا ميلان واليوفي بثمان كرات ذهبية، والمرتبة الثالثة بايرن خمس كرات، واليونايتد بعده باربع كرات. وكالعادة لو انت جديد او مرة تتفرج عليا، انزل اعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات واتفرج على الفيديوهات القديمة. بالنسبة للرجالة اللي معايا، نزود الرجالة كده من اللايك والشير عشان الفيديو ينتشر، واشوفكو الحلقة الجاية. سلام.